نحن هنا قبالة السواحل الليبية، نرافق هذا الفريق التابع لمنظمة SOS غير الحكومية، والذي يهتم بمساعدة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. عليكم أن تستمعوا إلي، نحن منظمة إنسانية، سنأخذكم في قاربنا إلى إيطاليا وإلى أوروبا، أليس كذلك؟ ولكن الشيء المهم هو أن تلتزموا الهدوء والصمت وأن تنصتوا إلينا. سنذهب ببطء، الواحد تلو الآخر، موافقون؟ على هذا القارب غادر ليبيا للتو حوالي 50 مهاجراً، هم يحاولون الوصول إلى إيطاليا. على متن القارب، منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية هي من ستهتم بهم. أهلا وسهلا بك صديقي، كيف حالك؟ حسنا، سننزع عنك هذه السترة. منذ الصيف الفائت صارت مشاهد القوارب المثقلة بمئات المهاجرين أقل من ذي قبل، وباتت بعض هذه القوارب تبحر شبه فارغة. مارتشيلا كري من أطباء بلا حدود أمضت 7 أشهر على التوالي في طاقم الإنقاذ. كل صباح تراقب البحر بمنظارها ولم تره مهجورا قط كما هو اليوم. عادة ما تكون الظروف مثالية وحركة الأمواج والرياح طبيعية، القوارب الصغيرة يمكنها بسهولة مغادرة السواحل الليبية. حين وصلت في مارس الماضي كان هناك الكثير من المغادرين. حتى خلال فصل الشتاء أنقذنا العديد من القوارب، أكثر مما كان متوقعا، ولكن منذ هذا الصيف الوضع تغير. أعتقد أن الجانب السياسي يلعب دورا كبيرا في كل هذا التغيير. التغيير السياسي الذي تتحدث عنه مارتشيلا إنما يختصر في رجل واحد، ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي، فقد نجح في التفاوض مباشرة مع البحرية الليبية لإيقاف جميع القوارب غير الشرعية. الحل الأساس هو مراقبة المياه الإقليمية الليبية. بدأنا بتدريب عناصر خفر السواحل الليبية، وتم نقلهم إلى مدرسة في إيطاليا وتخرجوا كبحارة، كما تم تزويدهم ب4 زوارق دوريات، وبحلول نهاية العام سنزودهم ب6 زوارق أخرى. وبالفعل منذ هذا الصيف قل عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 70%. في ظاهر الأمر أثبتت السياسة التي اعتمدها مينيتي نجاعتها، لكن الحقيقة ليست كذلك تماما. حقيقة أو فضيحة بالأحرى كشف عنها صحفي إيطالي. الصحفي تحدث عن اتفاق سري بين وزارة الداخلية الإيطالية وميليشيات الإتجار بالبشر في مدينة صبراطة الليبية، عاصمة التهريب كما يطلق عليها. تضمن الاتفاق بالإضافة إلى تسليم الأسلحة وما يسمونه بالمساعدات الإنسانية للميليشيات كي تقوم بعملها، صرف مبلغ 5 ملايين يورو. في البداية كنا نظن أن المبلغ سيصرف لمرة واحدة، ولكن أخيرا أدركنا أن 5 ملايين يورو تمنح شهريا من قبل الحكومة الإيطالية لهذه المجموعات. مخابرات صبراطة هي التي ساعدت هذا الصحفي في الكشف عن هذه الحقيقة. كانت لديهم أدلة على لقاءات مع شقيق أحمد دبهاشي، وهو قائد هذه الميليشيات والمطلوب من قبل الشرطة.
شقيقه التقى بالإيطاليين في تونس، ولدي حتى اسم الفندق والتاريخ. حدث اللقاء بين أواخر يونيو وأوائل يوليو، ثم كان هناك أيضا موعد آخر في مالطا. لدي أيضا رقم الرحلة الخاصة التي أقلت. هناك رحلات يومية من طرابلس، كانوا يعرفون كل ذلك لأنه كان يتجسس على أخيه. رسميا الحكومة الإيطالية تنفي أي اتصال مع هذه الميليشيات، ولكن بالنسبة إلى منظمة حقوق الإنسان فإن هذا الاتفاق يثير القلق. ما يخيفنا هو مواقف الاتحاد الأوروبي الذي يبدو حتى هذه اللحظة متأثراً جداً بسياسة إيطاليا بشأن قضايا الهجرة في ليبيا، وتسهم هذه المواقف في محاصرة المهاجرين في ظل ظروف فظيعة من سوء المعاملة، ويمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بل أكثر من ذلك. إذا كانت هذه هي خطتهم فيجب أن يدركوا أنهم يتفاوضون مع شركاء متقلبين وخطيرين جداً. في أيلول سبتمبر الفائت كانت مدينة سبراتا مسرحاً لصراع عنيف على السلطة بين الميليشيات المسلحة. الحصيلة عشرات القتلى وعدة آلاف اضطروا إلى الفرار من القتال. رغم هذه الظروف تمكننا من الذهاب إلى سبراتا لمقابلة عمدة المدينة. هذا الأخير أكد لنا الاتصال مع الحكومة الإيطالية، لكنه تجاهل تماماً الاتفاقات السرية مع الميليشيات. كان في تواصل، يفترض ان هي في فتره قريبه تصل بعض الاشياء العينيه الى 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 سبراتا عن طريق الجانب الايطالي. هذا ما تكفلت به وهذا ما تكلمنا عليه، ونحن على استعداد بالتعاون في هذا الجانب في سبيل مصلحه المدينه. اما غير ذلك، طرق غير شرعيه او غير قانونيه او غير واضحه، نحن لا نتكلم عليها ولا نصرح باشياء لا نملك عليها ادله. لا أدلة إذن، لكن في المقابل ومنذ هذا الصيف ألقت ميليشيات سبراتا القبض على أكثر من 20,000 مهاجر واحتجزتهم على الفور. بعضهم نقل إلى مراكز احتجاز حكومية، نجحنا في الدخول إلى أحدها. العقيد عبد الحميد سعيد هو مدير هذا المركز. والله العدد هذا تو وصلنا من مدينة سبراتا، مختلف الجنسيات، مختلطين نساء ورجال واطفال. العدد 1226 مهاجر شرعي، زي ما قلت لك من جميع الجنسيات، تشبه في ظروفهم الانسانيه وتشبه في النساء الحوامل، تشبه فيهم كلهم يحتاجون إلى رعاية صحية ويحتاجون إلى أغطية ويحتاجون إلى فراشات. هذا الوضع قدام عيوننا. هنا أيضا هم على علم بالمفاوضات السرية بين روما والميليشيات. والله الكلام اللي نسمعوا فيه نسمعوا فيه من الرأي العام، احنا باش حاجة لناها كي ملموسة لا، لكن نسمعوا بأن الطليان دعموا بعض الميليشيات في صبراتا كذا بإيقاف الهجرة، لكن احنا كمركز تبع وزارة الداخلية لم يدعمنا أي جهة. رجال ونساء وأطفال أيضا، أكثر من 3,000 مهاجر يتم احتجازهم هنا دون أمر قضائي بحقهم ودون منحهم حق الاعتراض. المهاجرون يقضون أيامهم في مهاجع بائسة، وأمام الكاميرا يحاول مدير المركز أن يبدو لطيفاً، معتمداً في ذلك على تواطؤ ضمني مع مترجم المركز. كم ليك في ليبيا؟ ست شهور. قديش لي هون عندنا؟ أمس جاي. شنو المعاملة اللي عاملوها لكم هنا في غريان؟ أنا فلان اللي أنت يبغى مني في عقله. شنو؟ ما مكربوش دماء سبراتا. هو جايبينه من سبراتا، المعاملة اللي في داخل غريان معاملة كويسة ولا معاملة مش كويسة؟ من لن في ولا في نيمي، كم لن في فيها.
da fi mebi mo gën fo la ne ko dal gën ko mebi da fa fonane ko lu balak da ñew dem ba tay ñu gën ولكن ما أن يغادر المدير حتى نستمع إلى الروايات الحقيقية. لقد مرت 5 أشهر وأنا هنا، أريد أن أعود إلى بلدي، أرجوك أريد أن أطلب من حكومتي أن أطرد من هنا. في ليبيا يوجد حوالي 30 مركز احتجاز للمهاجرين، والتي يتم تحديدها جميعاً من قبل المنظمات الإنسانية. أما المهاجرون الذين ما زالوا أحراراً فيتم تعقبهم من قبل ميليشيات الإتجار، ثم تعذيبهم ومضايقتهم قبل نقلهم إلى هذه المراكز، بل إن بعضهم يباع كعبيد مقابل بضع مئات من الدولارات. هذه هي حالة هذا اللاجئ من كوت ديفوار، تمكن من الفرار من ليبيا بعد جحيم عاشه على أيدي الميليشيات. بمجرد وصولك إلى ليبيا يكون قد تم بيعك مسبقا. في ليبيا أسرونا وأرغمونا على القيام بأشغال شاقة. تعرضت للتعذيب وسجنت. ما زلت أعاني من آلام في جسدي. لقد صعقوني بالتيار الكهربائي. أترى؟ إنها آثار التيار، وهذه أيضا آثار مفك براغي. كانوا يأخذون المفك ويغرزونه في جلدك كي تتصل بوالديك وتطلب منهما إرسال المال. رأيت أناسا يموتون في ليبيا. ليس هذا ما كنا نريده. يجب أن تفهم السلطات الليبية أن معاملاتنا كعبيد ليست هي الحل. الشهر الماضي انخفض عدد المهاجرين الذين تركوا ليبيا بمقدار 10 مرات عما كان عليه عام 2016. انخفاض يدل على أن استراتيجية الحكومة الإيطالية كانت ناجحة، لكنها أضرت في المقابل بشكل خطير بقيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي. للمزيد مشاهدينا تنضم إلينا من روما الصحفية التي شاركت في إعداد وتصوير هذا التحقيق ناتاليا مندوزا. أهلا بك ناتاليا. أهلا. بداية ناتاليا، ما هي أهم العقبات التي اعترضتك أنت والفريق الصحفيين الذين شاركوا معك في إعداد هذا التحقيق؟ نعم، أكبر صعوبة واجهتها في ليبيا كانت في صبراتا، حيث اندلعت اشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في الأسبوع الذي كنا سنبدأ فيه التصوير، لذا تم تأجيله لأسباب أمنية. لحظات عصيبة أخرى عشناها في البحر المتوسط داخل سفينة تابعة لمنظمة إنسانية، وعايشنا المخاطر التي تعترض المهاجرين واللاجئين وهم على متن زوارقهم الهشة والمكتظة. فوفقا للأمم المتحدة، أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا. طيب ناتاليا، أنتم اقتصرتم في هذا التحقيق على مدينة صبراتا، لماذا؟ نعم هذا صحيح، لمدينة صبراتا أهمية كبرى، حيث أصبحت النقطة الرئيسية للاتجار بالبشر في ليبيا. المدينة تقع على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، وتشتهر بمينائها الذي تسيطر عليه ميليشيات استفادت من الوضع المتردي في البلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 لتهريب البشر واستخدامه كتجارة للمهاجرين واللاجئين، تجارة مروعة وعلى نطاق واسع. ناتاليا، إذن كيف كانت ردة فعل الحكومة بشكل رسمي حول هذه المزاعم، مزاعم الاتفاق السري مع فصيل مسلح في هذه المدينة الليبية؟ الحكومة الإيطالية تنفي نفيا قاطعا فرضية اتفاقها مع الميليشيات الليبية. وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قال إن انخفاض أعداد المهاجرين إلى إيطاليا يعود إلى زيادة التعاون بين قوات البحرية الإيطالية والأوروبية من جهة والليبية من جهة أخرى. وفي الوقت ذاته ضاعفت إيطاليا من دعواتها للدول الأوروبية الأخرى لتقاسم هذا العبء،
حيث تشعر إيطاليا أنها تركت لوحدها لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية. ناتاليا، بعد إجرائك لهذا التحقيق، كيف تنظرين إلى الوضع وتطوراته في الأيام القليلة المقبلة؟ بالنسبة لليبيا، أخذت الأمم المتحدة على عاتقها حل هذه المعضلة وأطلقت برنامجا ضخما لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم. أكثر من 15,000 مهاجر سيعودون إلى أوطانهم الأصلية في ديسمبر كانون الأول الجاري. أما دول البحر المتوسط فتخشى من تزايد أعداد الذين يغرقون في عرض البحر. يأتي ذلك بعد تدخل الحكومة الإيطالية للحد من تدخل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بدوريات وسط البحر المتوسط. أما في إيطاليا وعلى الرغم من انخفاض تدفق اللاجئين، إلا أنها تخشى من أن شبكات المهربين ستعيد تنظيم نشاطها من جديد. ناتاليا ميندوزا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إيطاليا، أشكرك على هذا التحقيق والمشاركة معنا في مراسلون. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، ألقاكم الأسبوع المقبل وتقرير جديد. إلى اللقاء.